ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على الصحف، وأبدأها من صحيفة الأنباء التي كتبت اليوم: رؤساء الحكومة يعملون على إفشال المبادرة الفرنسية. جاء في المقال: الدولة المدنية بديل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تكريس حقيبة وزارة المال للثنائي الشيعي. وتقول مصادر صاحب هذا الطرح أن كل شيء في لبنان ثابت لا يتحرك منذ الاستقلال، فإما يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما يبقى كل شيء على وضعه. وتنفي المصادر عينها أن تكون هذه المثالثة مقنعة، وتتهم رؤساء الحكومة السابقين بالعمل على إفشال المبادرة الفرنسية من خلال رفض مطلب الثنائي متجاهلة، أي المصادر عينها، الحقيبة الإقليمية المتخفية خلف حقيبة وزارة المال. وإلا فما مبرر دخول موسكو على خط الاتصالات مع طهران التي تشاركها الحضور على الأرض السورية؟ وفي هذا السياق تحديدا تواصل الموفد الرئاسي ميخائيل بوغدانوف مع المسؤولين الأمريكيين طالبا منهم تحييد لبنان عن الأزمة القائمة بين طهران واشنطن، وبالتالي التدخل لدى حزب الله من أجل تسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة اللبنانية. كما كشفت موسكو عن اتصالات مع باريس لمتابعة الوضع اللبناني. وفي معلومات الأنباء أن آخر عرض طرح على الرئيس بري هو اختياره أي شخصية سنية مسيحية درزية يرضى بها وعنها لوزارة المال، حماية لمبدأ المداورة في الوزارات الذي يشكل اختيار شيعي لها خرقا لهذا المبدأ. والآن إلى صحيفة الديار. وفي صحيفة الديار: الحريري استغل المبادرة الفرنسية لتمرير أجندة أمريكية سعودية تقضي بإقصاء الحزب عن السلطة. وفي المقال: يحاول رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومعه نادي رؤساء الحكومات السابقين فرض أسماء الوزراء الشيعة والمسيحيين في الحكومة العتيدة، وكأن الساحة في لبنان خلت لهم من كل القوى السياسية، وكأن باستطاعتهم فرض أسماء باقي وزراء الطوائف في لبنان دون مراجعة أحد، مستغلين الضغط الدولي والفرنسي لتشكيل حكومة لبنانية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان والتي يتحملون مسؤوليتها بجزء كبير رؤساء الحكومات السابقون نتيجة سياسات اقتصادية ومالية تعود إلى 30 عاما مضت. لقد أمسى واضحا أن الرئيس الحريري هو من يشكل الحكومة العتيدة وليس الرئيس المكلف مصطفى أديب، إذ إن التفاوض مع الرئيس نبيه بري جرى مباشرة مع الحريري. كما بات واضحا أن الحريري استغل المبادرة الفرنسية ونسب إلى الفرنسيين فكرة المداورة والتي لم يأتي على ذكرها ماكرون، والوضع الضاغط على لبنان لتمرير أجندة أمريكية سعودية تقضي بإقصاء حزب الله عن السلطة التنفيذية وإخراجه منها مرة لكل المرات. أتابع هذه الجولة على الصحف وأصل فيها إلى صحيفة الشرق الأوسط. علمت الشرق الأوسط أن هناك من ينصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ مبادرته باسترضاء الثنائي الشيعي بالإبقاء على وزارة المالية من حصته، على أن يعود للرئيس المكلف مصطفى أديب اختيار اسم الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة. لكن مثل هذا الاقتراح سيلقى حتما رفضا من غالبية الأطراف المؤيدة لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، ومن بينهم من هم حلفاء لحزب الله. ناهيك عن أن مثل هذه النصيحة بحسب المصادر السياسية ستؤدي إلى تكريس سابقة يراد منها تثبيت وزارة المالية من الحصة الشيعية وصولا إلى تشريعها، وإنما بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا ما يشكل مخالفة للدستور وانقلابا على اتفاق الطائف. لذلك فإن الخروج من المأزق بالمعنى السلبي للكلمة في حال اصطدم ماكرون بحائط مسدود لن يكون إلا باعتذار أديب عن تشكيل الحكومة، لأن الأسس التي وضعت وكانت المدخل لتكليفه غير قابلة للتطبيق. وعليه تتوقع المصادر نفسها أن يتصدر اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الخيارات الأخرى، وقد يتقدم لعون بكتاب في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، إلا إذا تمكن ماكرون من تسجيل اختراق في إقناعه الثنائي الشيعي بتعديل موقفه. أيضا في صحيفة الشرق الأوسط موضوع اجتماعي يعني اللبنانيين كثيرا، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة: فقدان أدوية من الصيدليات والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر. يعاني اللبنانيون منذ شهر آذار الماضي من فقدان عدد من الأدوية، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة لفترات متقطعة كانت تصل إلى حدود 15 يوم، إلا أن هذه المدة تضاعفت مؤخرا. يوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين للشرق الأوسط أن الهلع الذي تسبب به إعلان مصرف لبنان
عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات والقمح والدواء بعد نهاية العام الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين الدواء، لا سيما أنهم يعرفون أن رفع الدعم يعني ارتباط الدواء بسعر الدولار في السوق السوداء، أي ارتفاع سعره 5 مرات عما هو عليه حاليا. ويقول الأمين إن ما فاقم المشكلة هو ترافق الإقبال على الدواء مع حركة استيراد بطيئة بسبب آلية مصرف لبنان المتبعة من أجل فتح اعتمادات الاستيراد على أساس سعر الصرف الرسمي. ولفت إلى أن مخزون الدواء الذي كان يكفي ل6 أشهر عادة بات لا يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر، كما بات الناس يخزنون الأدوية في منازلهم خوفا من انقطاعها. وينضم إلينا في هذه الفقرة على الصحف الصحافي سيمو أبو فاضل ناشر موقع الكلمة أونلاين. صباح الخير أستاذ سيمو. صباح الخير نحن المشاهدين. امبارح لما كنا عم نحكي كنت قلت لي بانه في غضب كبير تجاه لبنان من قبل فرنسا، ما هي المعطيات التي تملكها حول يعني النظره اليوم الى لبنان من ناحيه فرنسا، وهل فعلا يعني كما رينا قبل شوي المعلومات الصحفيه بانه ممكن ان يتجه مطلع الاسبوع الرئيس المكلف مصطفى اديب الى تقديم كتاب الاعتذار في حال لم تتلحلح الأمور؟ أولا تحياتي لك، يعني مثل ما بقول بعرف بالحلقة معكم أستاذ جان عزيز، مثل ما بقولوا هيك في هذا المحط في قول يعني لا يفتى أستاذ جان ضيفكم، يعني سأتكلم بالمعطيات والمعلومات، بس إنما أنا عم بقول إنه الفرنسيين اعتبروا إنه هم دخلوا إلى لبنان على قاعدة إيجاد حل اجتماعي اقتصادي مالي نقدي بعيد عن السياسة، يعني بعيد عن السياسة باعتبار الوضع لا يتحمل. وكنت سمعت المقدمة اللي حكيت في قناة الدواء والوضع على غزة التغذية لإطاعة التغذية من كيف تعاني من هنا، هن اعتبروا عم يعملوا تصويت يعني تميم الوضع حتى نجي رؤية بعد الانتخابات الأمريكية والعلاقة الإيرانية الأمريكية. من هون طبعا في غضب باعتبار أنه التمسك يعني بالمطالب من أي فريق، إن كان اللي طالب مداورة أو اللي رافض يعني رافض المداورة، بيعتبروا الفرنسيين انه اللبنانيين عم بيعملوا عمليه انتحار لانه الشعب لم يعد باستطاعته ان يتحمل. من هون في هذا الغضب انه انتم المسؤولين اللبنانيين مش مقدرين نتيجه المأساة الاجتماعيه اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني. ولكن إضافة إلى يعني المأزق الاقتصادي والمالي والاجتماعي، هناك أيضا كمان الحسابات السياسية الخارجية، يعني الصراع الأمريكي الإيراني ويعني غيرها من الصراعات اللي عم بتصير بالمنطقة. لا شك ان يعني موضوع الصناعي الشيعي مفصول اثنين، في موضوع له علاقه بالرئيس بيري متمسك بحقيبه الماليه، في حزب الله اللي هو بنفس الوقت اعطى اشارات ايجابيه للفرنسيين انه هو مستهدف في حال الرئيس بيري تراجع، انما ينتظر الانتخابات الامريكيه ليعرف كمان يعني كيف سيتعاطى مع هذا الواقع. بهذا الوقت هو بين ايجابي مع الفرنسيين كدوله يعني دوليه عندها حضورها. في هذا الوقت الفريق الاخر يعني يتمسك بالشروط ويعتبر بان حان الوقت يعني الانطلاق نحو معايير جديده في بناء الدوله، لا سيما انه كمان وزاره الماليه لم تحقق نتائج ايجابيه، وكان هنالك سمت مآخذ فاضحه عليها دوليه ومحليه. من هنا انه طرحوا على الرئيس بانه يقبل باسماء مختاره من الفرنسيين تتمتع بالكفاءه والجداره والنزاهه، الا انه يرفض ذلك. طيب يعني واعتقد بان الفرصه الفرنسيه انتهت اليوم. انتهت الفرصه الفرنسيه. نعم، كان الفرنسيون ينتظرون حتى اليوم مواقف من الرئيس بيري لتحديد يعني المنحى، لكن المواقف التي صدرت من عدد من نواب تكتل هذا التكتل التنميه دل ان الامور مغلقه كليا. طيب يعني امريكا باخر اتهام قالت بانه لدى حزب الله يعني بعده دول حوالي 6 أو 7 دول اوروبيه مخازن بخزن فيها نترات الامونيوم لاستخدامها لتنفيذ هجمات، ولكن كان لافت الموقف الفرنسي البارح لنفي هذه المعلومات وقال بانه بفرنسا لا يوجد هذه المخازن. لن يتلقف حزب الله
هذا الموقف الفرنسي يلي هو عم بيكون داعم إلى حد ما لإله بدل ما يكون تصعيده لإله، وبالتالي ممكن بأنه يساهم أو يتدخل لدى الرئيس بري من أجل إنقاذ هذه المبادرة ومن أجل تسهيل بلادة الحكومة؟ يعني فرنسا عم بتسلف مواقف بمكان معين كمان لحزب الله بوقوفها ضد المواقف الأمريكية. بشكل فرنسا اعطت بمفهوم الديمقراطي لحزب الله، اعطت الحزب حقه بكلام بانه منتخب شعبيا، عندما قال الرئيس ماكرون هذا الكلام بعده مؤتمرات امام قصر الصنوبر بان حزب الله هو منتخب، وردد مرارا هذا الكلام، ومن ثم يعني اجباسه الاستاذ محمد رعد الجنيدي. العلاقة الفرنسية هي مرتبطة بعدة واحد منها حرص فرنسا على عناصرها في الجنوب اللبناني، حرص على علاقة مع إيران ومع حزب الله كمدخل إلى علاقتها في الشرق وتمددها كدولة يعني في جيوسياسي. هذا الواقع، إنما فرنسا أسرعت يعني كانت سريعة في وجود أي أسلحة هذا من السماء من هذه المواد المحصورة في فرنسا، تأكيد على علاقتها جيدة مع حزب الله. فرنسا تعطي إشارة جيدة لحزب الله وحزب الله يعطيها إشارة جيدة. الذي نشهده اليوم في موضوع الحكومة هو من قبل الرئيس نبيه بري، يعني الثنائي الشيعي متكامل، يعني حزب الله يدعم الرئيس بري في خياراته. أما إذا يعني وقالها محمد رعد وقالها حزب الله لمسؤولين فرنسيين وقالها للرئيس شنعون بأن في حال رضي أن الرئيس نبيه بري حزب الله سيوافق، لكنه لا يستطيع أن يفك ارتباطي في هذه المرحلة ويعارض الرئيس بري مثلا لوحدة الموقف الشيعي ووحدة الصف، ولا وأن من بالأمس كان سمت مشاكل احتكاكات لا يريد، يعني ما بده مني احتكاكات. من هون حزب الله غير متحمس لموضوع بقاء الحقيبة، إنما تبنى موقف الرئيس نبيه بري كأحد أقطاب الثنائي. نعم، وعلى كل حال يعني كمان يعني في حال مشيت او يعني بقيت الماليه كما يريد الرئيس نبيه بري، فهو من سيسمى ايضا في المعضله الثانيه، يعني التيار الوطني الحر ايضا كمان رح يرجع ويدخل ولن يلغي نفسه سياسيا حسب ما كانت مصادره امبارح عم بتقول بانه نحن مسهلين لولاده هذه الحكومه، ولكن استخدم كلمه الا، هذه الا الشرطيه بانه صار في عنده شرط بانه كمان لن يلغي نفسه سياسيا حتى وان كان في تلويح بعقوبات، يعني كمان المآزق راح ترجع تكثر. انا ارى بانه الموضوع يعني ما بعرف مين ستطلع عقوبات، انما البنك المركزي الاوروبي بدا يحضر عقوبات على مسؤولين لبنانيين، عرقلوا مساعي الرئيس ماكرون لانه في ذلك يعني سقط سقطه قويه، وذلك ينعكس على مصداقية فرنسا كدولة يعني مؤثرة وتملك حق الفيتو، يعني دولة انكسرت في لبنان في حال أن تصل إلى النتيجة. الرئيس الفرنسي في حدود شهر زار لبنان مرتين، إلا أن الجميع عليه أن يعرف وهذا ما تبلغه الرئيس بأن في حال بقيت حقيبة المالية مع الثنائي الشيعي تسمية الثنائي الشيعي سمت مفاعيل منها اعتبار هذه الحكومة حكومة حسان دياب 2 بين عدم حصول على مساعدات لأنهم سيشككون في إمكانية احتمال إصلاحات الدولي لن يدعم، صندوق النقد لن يدعم، السعودية سيكون لديها موقف واشنطن، لذلك أن مصير لبنان لا يخف على هذه الحسابات الخاصة التي هي تتخطى يعني حق الطائفة الشيعية التي هي طائفة شريكة في الوطن ولديها حق يعني محترم وهي يعني مقدرة من الجميع. الموضوع هو يعني موضوع الحقيبة المالية هو بتا مطلب شخصي أكثر مما هو حق يرتبط بطائفة، وإن كان الرئيس بربط الأمر بين الطائفة الشيعية تريد، إنما أرى جميع المكونات اللبنانية تقدر الطائفة الشيعية ودورها وتضحياتها في لبنان. نعم، ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمو أبو فضل، شكرا لك ولانضمامك لنا في هذه الفقرة، والآن ننتقل إلى الحدث مع الزميل سمر أبو خليل.